على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلق شوطنا الخامس وخامس الأشواط الخاصة بالأبكار الفطامين من مسافة 1500 متر. على بركة الله نسير مع المقدمة، نسير مع صدارة هذا الشوط، نسير مع الأسماء المنطلقة والباحثة عن ناموس هذا الشوط، نسير مع البداية. هذا شعار بن غويث مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك جبارة سيب ربيع بن غويث الاكتبي من يقدم لنا جبارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك رمز نايد بن مسلم بالزفنة العامري مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك مزون خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام هنا الاسماء المنضمه براقه خليفه بن حمد بن حمداب بن محمد بن بخيت الحميري هنا مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك ايضا دانات تنطلق، دانات سالم بن حسين بن محمد الخاطري. هكذا النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه لهذا الشوط. نعود مع بن غويث، نعود مع البدايه، جباره جباره مع البدايه. سيف بن ربيع بن غويث الاكتبي يقدم لنا جبارة. الله يا هذه السلالة، الله يا سلالة جبار مع البداية مع صدارة هذا الشوط. أهالي طوي السامان، أهالي طوي السامان يبحثون عن سلام صباحي من هنا، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام الحميري، الحميري قادم، قادم الحميري مع خليفة بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري. هنا أيضا مع براقة، مع براقة، ولكن بن غويث من الجانب الآخر غيرت براقة، غيرت براقة، روحت لهالي المرموم، تسلم لهالي المرموم، سلام صباحي يا هالي المرموم، سلام. تهانينا والناموس على فوز براقة بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. خليفة بن حمدان بن محمد الحميري تهانينا والناموس. المركز الثاني جبارة سيب بن ربيع بن غويث الاكتبي، والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت في رسالة حمد بن نايع بالشاوي الغفلي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للثلاثة المراكز المتقدمة لهذا الشوط المميز. تهانينا والناموس.